هل تمرين 10 صفحة 120؟ التجاذب والتنافر بين وشيئتين. نعلق وشيعة إلى حامل بواسطة خيط بحيث تكون قابلة للدوران، ونضع على بعد 1 أو 2 سنتيمتر منها وشيعة ثانية، ونوصلهما إلى نفس العمود الكهربائي. صف ما يحدث بالنسبة للوشيعة المعلقة. ماذا يحدث عندما نعكس قطبي العمود الكهربائي لإحدى الوشيعتين؟ التجاذب والتنافر بين الوشيعتين. 1. تمرير تيار كهربائي مستمر بالوشيعتين يولد حقلا مغناطيسيا في كل منهما، فتدور الوشيعة المعلقة بخيط قابل للدوران لتقترب وينجذب وجهها إلى الوجه للوشيعة الموضوعة فوق سطح الطاولة والمختلفة معه في الاسم. التجاذب. 2. عندما نعكس توصيل إحدى الوشيعتين بالعمود الكهربائي نفسه، تنعكس جهة مرور التيار الكهربائي قلب قطبي العمود، فيتغير وجه الوشيعة ليصبح الوجهان المتقاربان 1 أو 2 سنتيمتر للوشيعتين من نفس الاسم، فتبتعد الوشيعة المعلقة بخيط بوجهها عن الوشيعة الموضوعة فوق سطح الطاولة والمتشابهة معه في الاسم. تنافر.